يعد الجانب الجمالي لإمارة الشارقة ركنا مهما ضمن عمل بلدية الشارقة، خاصة فيما يتعلق بصيانة واجهات المباني، وعليه يعمل قسم الصيانة والهدم بحملات دورية خلال السنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة كل المباني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. قد تتشوه واجهات المباني بسبب الحرائق أو العوامل المناخية المختلفة لتكون النتيجة الكثير من المشاكل التي قد تصل إلى خسائر بشرية ومالية، ناهيك عن التلوث البصري وتشويه الوجه الحضاري للمدينة. ولتجنب ذلك كله تقوم بلدية مدينة الشارقة وبشكل دوري على مدار العام بحملات تفتيشية للوقوف على حالة واجهات المباني بصورة شاملة. بدأت حملات اللي هي مسح المباني لتحسين الواجهات بدأت في شهر 9 لسنة 2013، بحيث تقوم لجان بتسليم إشعارات للمباني بحيث يستدعي مالك البناية أو من ينوب عنه بإصدار تصاريح الصيانة أيا كانت، يا تصاريح صيانة هي صبغ الواجهات أو نظافة البنايات، عن طريق اللجنة هي اللي تحدد نوع الصيانة أو النوع هذا، بغرض إيش؟ أن تبقى شارقة نظيفة دائما. عدد التصاريح تراوح ما بين 1200 ل 1500 تصريح كبدايات الحملة. الجولات الميدانية التفتيشية للصيانة تشمل المدينة ككل، خاصة المباني الواقعة على الشوارع الحيوية والرئيسية، حيث يتم متابعتها ومدى حاجتها إلى أعمال الصيانة، سواء صيانة خارجية لغرض الحفاظ على المظهر العام أو صيانة إنشائية وصحية لغرض سلامة البناء. في حال كانت الرؤية الظاهرية للبناء مش كما يجب، يعني فيها مشاكل، أوساخ، كراكات، تليك مياه في بعض الأماكن، البلدية أخذت إجراءات كويسة لمساعدة الملاك بحيث أنه يتم استخراج تصريح الصيانة خلال 72 ساعة إذا كان البناء حالته الإنشائية جيدة، زائد ما في مخالفات بناء في البناء. هلا في نوع ثاني من الصيانة، إذا كان البناء عمره أكثر من 20 سنة نضطر نعمل حماية لأرواح الأشخاص الموجودين في البناء وحفاظا على السلامة العامة، نعمل اختبارات خرسانة عن طريق مختبر البلدية. جهود حثيثة تبذلها بلدية مدينة الشارقة للحفاظ على مظهر الإمارة، سواء عبر سنها وفرضها الغرامات المالية أو توجيه المخالفات التحذيرية وغيرها، إلا أن هذا الدور لن يكتمل إلا بتعاون الجميع ليشملنا، وذلك من أجل الوصول إلى مظهر مدينة راق يعبر عما وصلت إليه الشارقة، عاصمة الثقافة والسياحة، من تقدم وازدهار.